أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين لك الحمد عادت إلينا الحياة وعادت إليك جموع الصلاة وبيتك عاد له التائقون وآمين صاحبها المسلمون بشوق يهز الوجود صدى.